السلام عليكم، أنا محمد جبرين، الآن متواجد في كينيا. هنا جيت لكينيا لتعلم اللغة الإنجليزية. قبل ما أصل كينيا كانت واصلتها مع كلية المعرفة، فتم قبولي في كورس لمدة 3 شهور لتعلم اللغة الإنجليزية. بعد القبول أهو بنشيل القبول وبنرسل القبول أهو يا تمشي السفارة في السودان هناك في الخرطوم، أو ترسل القبول عبر الويب سايت بتاع وزارة الداخلية الكينية أو وزارة الخارجية الكينية عشان يعمل لك الفيزا. الفيزا هي بيدوك لها لمدة 3 شهور ب$50. بعد ذاك هو جيت هنا كينيا وبدأت الدراسة الحمد لله. هسه علي زي شهر ونص هنا في كينيا، فهنا بيئة بجد بيئة كويسة لتعلم اللغة الإنجليزية، لأنه في براكتس هنا. أنت اللي بتدرسه بتمارسه طوال، يعني سواء في الشارع داك تشتري حاجة من أي أريا هنا. فهنا في كينيا بجد يعني بيئة كويسة. أنا في خلال يعني شهر ونص يعني قدرت يعني أتعلم كثير يعني في اللغة الإنجليزية. حتى هنا الكورس يعني أنا عندي فترتين لثلاثة فترات، اللي هو الفترة الأولى بتبدأ من الساعة 8 صباحا للساعة 10 صباحا. بعد الساعة 10 في تاني كورس من الساعة 10 للساعة 12، اللي هو ده جنرال كده في اللغة الإنجليزية. عندي حاجة تانية متخصصة اللي هو جرامر ساعة ونص. فا أهو يعني بجيت هنا بيئة كويسة. حتى الإيجارات يعني ما بتتفاوت هنا. أنا ساكن براي في شقة، الشقة هي أو استوديو. الاستديو ده بيتراوح ما بين اللي هو 10,000 شيلينج ل اسمه شنو ل من عشرة ايه لعشرة لعشرة ونص لحداشر، على حسب انت الاريا المتواجد فيها. فالكلية هنا في ساوسي، يعني ساوسي دي منطقة آمنة شديد في نيروبي هنا. فاللي هو المنطقة الساكن فيها الإيجارات بتتفاوت ما بين اللي هو قلت 10 ل 10 ونص. 10 هي بتعمل معاك زي 80 90 دولار كده. فالأكل هنا برضو ما غالي شديد، الأكل رخيص شديد هنا، يعني متفاوت على حسب انت الحاجة الدائرة شنو. ويعني الجو برضو الجو كويس شديد، يعني الجو بارد هنا. بالنسبة للكلية هي بجد بيئة لتعلم اللغة الإنجليزية، لأنه فيها تيشون ده اللي هو الدروس الخصوصية للطلبة اللي دارين يمتحنوا يخشوا الجامعة. فهم ديال نيتف، فهي بيئة ما شاء الله، يعني ما فيها بس لغة إنجليزية، فيها لغة عربية، لغة فرنسية، فيها حاسوب، فيها دروس خصوصية اللي هو للطلبة الدارين يخشوا الجامعات هنا في السيستم الكيني. فبجد أي زول حاب يتعلم لغة إنجليزية، حاب يعني يطور من مهاراته في اللغة الإنجليزية، فكلية المعرفة هي البيئة المناسبة لتعلم اللغة الإنجليزية هنا في نيروبي. فبتمنى يعني كل الناس الراغبة الدارة تتعلم والدارة تطور من نفسها إنها تنضم لكلية المعرفة، أو تجي كينيا على الأقل تعرف الحاصل شنو هنا في كينيا. أنا من هنا بشكر كل العاملين يعني في كلية المعرفة والأساتذة والإدارة. ف يعني أتاحوا لي فرصة وأدوني فرصة كويسة، عاملوني معاملة أنا كسوداني هنا يعني معاملة خاصة وكده. فالكلية ما شاء الله يعني فيها صوماليين، فيها تنزانيين، فيها كاميرونيين، فيها يعني متعددة. فشكرا لإدارة كلية المعرفة، شكرا جزيلا.